تليفونك. ميرسي. هو سيكشن 3 فين؟ فوق اليمين. اوكي. You broke it, you'll have to pay for it. No, I didn't. Yes, you did. I didn't. There's somebody behind it. I saw you. I saw you. You tried it. I saw you. Maybe next time. Thank you.
نفسكم الاول، فان ابغض الحلال عند الله الطلاق، لا بد من الترايس والتراوي مهما كانت المشكله، فحكم من اهلي وحكم من اهلها. مفيش داعي الكلام ده حضرتك. لو سمحت الموضوع انتهى خلاص. يعني خلاص مفيش فايده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوه الا بالله. معايا ديو بي اي بي. اتفضلوا. كريم ابن عمتي، يعني ابن اخت ابويا. هاي تعالوا. مين دول؟ دول ميرفت وصباح، قسم وثائق ومكتبات وقسم تاريخ، الاثنين اداب. لا ما هو باين. انا مالي يا كريم؟ في ايه؟ انا لغيتها في السكه وانا جاي لفقت معايا، قلت اجيبها على هنا. ايه الاستجوابات دي كلها؟ احنا هنتعين. لا يا سكر، خدوا راحتكم على الاخر، نزل بيتكم وان شاء الله ليلة هتبقى زي العسل. ثانية واحدة. ايه في ايه؟ تاخدهم وتمشي من هنا فورا. ليه؟ مش انت قلت لي اعمل كده؟ انا بعمل بنصيحتك. انا قلت لك تتعرف على بنت لطيفة، مش تجيب لي نفسك تهمة وتجيب لي معاك. يا عم احنا هنقضي ليلة طرية مع بعض ما فيهاش حاجة، ما انت عارف تيتا كبسة على نفسي وشال حركتي، وبعدين انت مش قلت لي ان جيجي مسافرة؟ جيجي مسافرة؟ هتقلب الشقة جرسونيرة؟ يا عم لا جرسونيرة ولا حاجة، عندك ايه في التلاجة؟ بص انا جايب معايا نص كيلو تفاح على خوخ، وهخش افتح اربعه اكسبورت مشعبرين، وهنقضي ليله ملهاش ملامح يا معلم. ما تشغلوا لنا مزيكا كده ولا غنوه حلوه. نعم. ممكن تقولي لجيجي اني عايزها؟ للاسف مدام جيجي مش موجوده. صباح الخير يا سيده. يا صباح الورد يا معتز بيه. جيجي صحيح؟ صحيت يا فندم، اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك. يا اهلا وسهلا. انت مش قلتي لي انها مش موجوده؟ مدام جيجي بلغتنا اقول لحضرتك كده. اهلا اهلا يا معتز. ازيك حضرتك؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. جيجي جيجي نازله لك حالا. سوري. شكرا يا حبيبي، كلك ذوق. ايه مالك؟ عايز تخش التواليت؟ مدام جيجي، استاذ معتز منتظر حضرتك تحت. طيب عن اذنك يا حبيبي. اتفضلي اتفضلي يا تحت. اقعد. شوفي يا حبيبتي، انا مش هقولك زي ما كل الامهات بيقولوا لبناتهم في ظروف زي ظروفك دي، انك دلوقتي مطلقه، كلام الناس، سمعتك، كل ده كلام فارغ. بعدين يا حبيبتي انت مالكيش ذنب في اللي حصل، لازم تخرجي نفسك من اللي انت فيه ده. انا مش هضغط عليك المعتز،
بس على الاقل اديله فرصه. مش يمكن، انت عارفه ان هو طول عمره بيحبك. خديها مني نصيحه، عشان تنسي تجربه فاشله لازم تخشي في تجربه جديده. ايه ده، انت لسه ما ابتديتيش شغل؟ مش هقدر اشتغل، انا هعتزل المؤلف والناشر. ايه وبعدين الا شغلك؟ شغلك ده هو حياتك، على الاقل الايام دي. مش لازم يا حبيبتي تخسري كل حاجه. انا مش قادرة انسى، انا لسه بحبه. كفايه بقى كفايه يا حبيبتي، كل حاجه في اولها صعب. امال لو كان في بينكوا سنين وعشره كنت عملتي ايه؟ دول يا دوب سنه وشويه شهور. صدقيني بكره هتنسي وهتقابلي حد يحبك بجد، حد يقدرك ويعرف قيمتك. جيجي وحياة ماما كفايه. يلا يا حبيبتي. انا عارف انك مش طايق تبص لخدمتي، عارف كمان ان انا سبب الكارثه دي، بس والله يا كريم ما كانش قصدي. انا يعني كنت هعرف منين جيجي راجعه بدري عن ميعادها. كريم احنا لازم ننسى الموضوع ده خالص، وبعدين انا شايف ان الحكايه كلها على بعضها مش مستاهله. مش مستاهله؟ مش قصدي يا كريم، استنى بس يا كريم، قصدي يعني ان الموضوع خلاص خد وقته، وبعدين جيجي اعصابها كانت تعبانه شويه يعني، ما فيهاش حاجه، ده حقها. بس برضه ما كانش لازم تصمم على الطلاق، مع ان ده حقها برضه. الله، بص انا هروح وافهمها على كل حاجه. ما انت رحت لها ولا سمعتك ولا سمعتني؟ زمانها هديت. انا هروح واقول لها ان انت مالكش ذنب في الموضوع ده خالص، وانا اللي ورطتك فيه. يا ترى فنانتنا الحلوه بترسم ايه؟ ايه ده انت بتعمل ايه؟ اتفضل اطلع بره. جيجي اديني فرصه اشرح لك حاجه. انا مش عايزه اسمع حاجه، انا عايزه افهمك حاجه. تفهمني ايه؟ قد ايه كنتوا بتقضوا وقت لطيف مع بعض؟ قد ايه كان بيتي مكان رائع لمقابلتكوا؟ اتفضل اطلع بره. جيجي انا ماليش دعوه، هو اللي جاب البنات. اطلع بره. قال لي جايين ياخدوا كورس وجريني معاه الى احضان الرذيله. اطلع بره. وبعدين بقى هو اللي ذوقه وحش شويه، ما قلت له يا كريم حسن ذوقك ومستواك شويه. اطلع بره. انت تافه، عايز ايه؟ مش كفايه اللي حصل؟ بس سيبوها في حالها بقى. مفيش حاجه يا طنط، احنا جايين نهدي النفوس. يا راحت فين؟ بقول لك ايه، بنتي لا عايزه تشوف حد ولا تسمع حد، وكفايه بقى اللي حصل، وتفضل امشي من هنا. يا طنط اديني فرصه اشرح لك بس. عارف لو ما مشيتش دلوقتي انا هطلب لك البوليس، وهقول انك جاي تتهجم عليا انا وبنتي. هي حصلت البوليس؟ يعني مفيش فايده؟ بره. ماشي، احنا بينا وبين بعض المحاكم. انجز. اهدى شويه يا عم ابراهيم. سمارت بوي. وبعدين بقى امها دي باين عليها خرابه بيوت. حماتها اللي خربت بيوت؟ اه، بدل ما تلم الموضوع وتخاف على بنتها، عايزه تفتح الدنيا، وقالت لي لو ما مشيتش هبلغ البوليس. بوليسي؟ اه، عايزه تجيب لي البوليس. وقالت لي هقول البوليس انك عايز تتحرش بيا وبنتي. اسمع بقى، الرجاله مش هيحلوا الموضوع ده، احنا محتاجين واحده ست. ست ازاي يعني؟ الستات دايما بيأثروا على بعض، احنا محتاجين واحده تروح تقول لها كلمتين كده: يا بنتي الست ملهاش الا بيت جوزها، ده احنا ولاية، احنا من غيرهم ما نسواش حاجه، ولا ننحرف ونمشي ماشي بطال. كلمتين كده يعني. ها قلت ايه؟ ومين دي بقى اللي هتقول لها الكلام ده؟ تيتا. تيتا مين؟ تيتا تفيد، احنا عندنا كام تيتا. طب انا عليك عايز تغرقني. هي مين دي اللي اروح لها يا واد؟ جيجي يا تيتا، جيجي، عايزينك تروحي تكلميها كلمتين حلوين كده ياثروا عليها عشان ترجع لكريم. كريم مين؟ نهار اسود عليا. اه كريم. طب يا اخويا هو حد يعني غضبها ولا مشاها ولا داس لها على طرف؟ سابت البيت بالسلامه بقى. انت لحقتي تنسي؟ مش انا قلت لك انها سابتني، فكرت اني اعرف واحده غيرها. يوه، هو انت اجرمت يعني علشان عرفت عليها واحده تانية؟ ما كل الرجاله كده. ابوك عرف على امك، وجدك الله يرحمه عرف عليا انا بالاثنين والثلاثه في وقت واحد، وفي الاخر بيرجع لبيته ومراته. الست الشاطره ما تخربش بيتها بايدها، تصبر وتستحمل، وهي الاخر اللي هتفوز. وعلى راي المثل، ناسيه اولتها وناسيه اخرتها.
خلاص يا عم، اولتها واخرتها هتفوز بالجنه ونعيمها. يلا يا عم يلا بشورتك المهببه دي. انا اسف ان انا جبتك هنا. استنى يا كريم، استنى حبيبي استنى، انا ما جبت لكش حاجه. خد اشتري ارواح يا حبيبي. ارواح بونبوني. خد يا حبيبي ايه ثلاثة هم إيه؟ وانا تيتا. لا ما هو مع اخوك بقى، هو يجيبي. يا نهار اسود، ده الملك فاروق. ايه رايك في صفي بنت خالتي؟ رومانسيه وناعمه، وبعدين ممكن تخش لها من سكه المشاعر والاحاسيس. والله فكره. عايز مني ايه يا سافل يا دود؟ خمس سنين بلم فضايحك وانت مفيش فايده فيك. الخيانه في دمك. انا اترفع عليها ده يدخل اراء المحكمه. ايه وقت بتبان؟ ما دام مش عايز تطلع. مش هطلع واقعد في الارض. وانا مش عايش معاك والخلع اكسب. اخلعك يعني اخلعك. اوعي بدل مخلوعك. اخلعك ايه؟ nothing nothing at all. انا بس كنت بشكر عايزين محامي عشان موضوع الخلع. عندي المحاميه بتاعتي. طبعا انت يا طنط مخلوعه من 40 سنه. انا مخلوعه طول عمرك. بره بره يا مخلوع. يا سلام، مبسوط قوي. عيلة امك دي طول عمرها غاويه فضايح. بقول لك ايه، ما تعبش في عيلة امك. خلاص يا عم، عيب في عيلتي انا. لو كانت الغاليه امي عايشه الله يرحمها، ولا خالتك فوزيه الله يرحمها، ولا خالتك شكرية الله يرحمها، وعمتك نبوية الله يرحمها. طب ايه رأيك في هبة الله يرحمها؟ ايه هبة؟ هبة صاحبة جيجي. لا لا، بقول لك ايه، كل اللي هبة دي بتنصر حقوق المرأة وهتقلب عليها تبوظ الدنيا. بالعكس، ده انت هتروح لها منكسف حزين مهموم، هتقوم هي بقى مساعداك من باب التنطيط على الرجالة. الموضوع هو الخيانة الزوجية. للأسف مجتمعنا بيعالج الموضوع ده بشكل فيه ظلم كبير للمرأة. عموما احنا دلوقتي معانا نموذج حر، حالة عاشت التجربة القاسية، وبعدين هنفتح باب المناقشة. السيدة جيهان عبد العزيز. يميني يلايمني عليه وانا كنت قطمت رقبته. بقى الندل يكون الملاك ده. عشان احكي تجربتي. الحقيقه انا مش عارفه ازاي ده حصل. مستحيل كنت اتخيل ان الانسان اللي انا حبيته قدر بسهوله ينسى ويخون. لا جيجي، انت فهمتيني غلط، انا ما خنتكيش صدقيني. اقعد. هو ده اللي عامل فيها ده كله؟ لا انا هوضح لسيادتك بس. حضرتك سيادتي مين يا عم؟ لا في ميس اندر ستاندينج في الموضوع. انت بتشتمني ولا ايه؟ طب اعملي اللي وقت ومحدش سامع عليك. تعملي جوال عذرك ولا ايه؟ القضيه ما تتحلش كده. هو انت يا نصر الجلاتون؟ يا جماعه ليه يا جماعه؟ مش ممكن تعملوها على الملاعب. عشان كده انا ما اتجوزتش. جيجي جيجي جيجي، ايه للدرجات يا هنت عليكي؟ فتقولي ايه؟ نجاحك اهم حاجه عندك، مش مهم مشاعر. انا ايوه انت. انت ازاي تتصوري اني ممكن اعمل حاجه زي دي؟ تجيبي كريم وتجيبيني وتوقفينا قصاد بعض عشان تعلي الندى والناس تسقف. طب ده انا لو كنت اعرف انه جاي كنت خليته عبره لكل راجل فكر يخون. عموما الستات اللي جوه قاموا بالواجب، بس انت كان حقك تواجهيه. مش هقدر، انا اول ما شفته ضعفت. هبه انا لسه بحب، انا مش عارفه اعمل ايه. لازم لازم يا جيجي تتعلمي تواجهي ازماتك لوحدك. مش قادر، محدش هيحس بيهم قدك ومحدش هيطلعك منهم غيرك. انا عايزه اشوفك جيجي تانية اقوى من كده بكتير. Thank you.
بسرعه. في حد عارف اللي حصل؟ مش عارف. بس انت قلقانه ليه؟ انت اول واحده تتطلق. انا اسفه، انا بس عايزاكي تكوني اشجع من كده. ها معقول اللي حصل ده يا جيجي؟ مفيش حاجه، عادي يا جماعه. طب وقصه الحب اللي بينهم؟ قصه خلصت خلاص. وكريم رضي بسهوله كده؟ انا اللي اصريت ببساطه كده. جيجي جيجي ايه ده اللي رجعك بدري كده؟ مش قادره يا ماما، مش قادره، مش قادره اتكلم مع حد، مع اصحابي، مش قادره اشتغل، مش قادره اعمل اي حاجه، انا تعبانه. ايه رايك تشتغلي هنا؟ مكتبك فوق جاهز، وانا متاكده هما يومين وهتقولي لي انا راجعه الشغل يا ماما. ممكن اكلم جيجي؟ طب شكرا. فاتني للصبر يا بقى انا يا يوم حبيبي
احلامي قمر فاتني لوحدي غريب فاتني للسهر واعمل ايه يا ناس وده حكم القدر اعمل ايه يا ناس وده حكم القدر اعمل ايه يا ناس وده حكم القدر الو ايوه حبيبتي ممكن اكلم مها؟ لا طنط مها في بيتها عاوز تليفون بيتها؟ يا ريت طيب شكرا حبيبتي يا واد تعالى المعلقه دي بس ده اللي انت لي وقف الاكل عايز اخلي اخوك كده يا كريم طب ان شاء الله عندك مكان ايوه مها ايوه انا مها مين ازيك يا مها عامله ايه ايوه مها انا كريم ايوه كريم مين كريم الحسيني كريم الحسيني كريم ازيك يا مها عامله ايه ايه اخبارك مها مها ايوه كريم ايوه انت روحتي فين ايوه كريم معايا مها انا محتاج لك قوي انا عايز اشوفك تشوفني محتاج لي ينفع نتقابل بكره تقابلني لا 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 انا ست متجوزه وجوزي بيغير عليا موت موت لا 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 مها انت فهمتي غلط انا مش قصدي طيب طب حاضر هحاول هحاول طب اكلمك امتى لا 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 انا اللي هكلمك نمرتك كام 5 270 6 5 4 اوكي 6 5 4 بكره ان شاء الله باي 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 سيفتي النمره سيفتها حسين بقى محتاجين لبعض وبتقابلوا بعض وانا عفا انا العبيط اللي بيضحك عليه ابدا يا حسين انت فهمت غلط غلط على امك ده انا سامع جودانه دي العاشق المحتاج وانا عمال اكل دول ايه جوه يا بيه اسمع ايه بره طب الواد خد الواد انت هتقتليني خد الواد خد الواد برا برا يا بنت مش عايزك تعديني تاني ابدا انت بس يا اخويا برا برا بنص الليل ولا في اخر الليل اي خد الواد معاك كمان برا مع امك يا برا انت لسه هتجيب الجزمه برا برا عشان نتعشى ايوه مها مش البيت القديم طبعا عارف طيب انا جاي كريم تفضل البيت كأني سايبه امبارح زي ما هو من ايام الجامعه بيت العيله كده دايما يفضل زي ما هو ولادك دي ندى بنت اختي مروه وده عمر وده الكبير كريم بس يا ولد عيب باين عليه شيء لا مؤاخذه سوري اتفضل شكرا يا ندى مين يا ندى ده عم كريم صاحب طنطا عتيقه ده
طيب حبيبتي روحي انت. تعرفي انك ما غيرتيش؟ يا راجل تخنت شويه، تعرف بقى البيت والولاد. بس وشك زي القمر زي ما هو، وانت كمان زي ما انت. بس كويس انك عارفه تقسمي وقتك بين بيتك وولادك، وانك بتيجي هنا عند طنطي. لا ده انا جاي اقعد عندها، اصل انا وحسين جوزي اتخانقنا، سمع مكالمتنا اتجنن. اتجنن؟ اه اصله صعب قوي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. ازيك طنطي؟ ازيك انت كريم الحسيني يا ماما؟ فاكراه طبعا. فاكراه طبعا من ايام الكليه والدروس الخصوصيه. تمام. شفت اللي حصل يا كريم؟ انا زعلانه قوي على اللي بيجرى ده. حسين طيب وابن حلال، بس حكايه الغيره دي كل شويه غضبها. ماما ممكن تعملي لنا شاي؟ لا لا مفيش داعي للتعب. لا مفيش تعب ولا حاجه، انا اسف. طالما بيغير عليك يبقى بيحبك. حسين طيب، بيزعل ويتخانق وبعد كده بيصفى ويصالح. وانت ايه اخبارك؟ عامل ايه في الجواز؟ جبت بيبي ولا لسه؟ الحقيقه انا وجيجي انفصلنا. ليه؟ انا اعرف انكم واخدين بعض عن حب. وانا جايلك عشان الموضوع ده، انا عايزك تصالحيني عليها. انا مليش غيرك دلوقتي، انا عارف انك هتقدري تاثري عليها. ما وحياه الايام الحلوه وحياه ذكرياتنا الجميله اللي مع بعض، عشان خاطري ما ابوس ايدك. انا فعلا مين اللي هناك ده؟ هو انا كريم صاحب طنط مها. حسين وكمان اسمه كريم. نايس تو ميت يو مستر حسين. نايس يعني لطيف. اكزاكتلي لطيف مع مراتي. ايه اللي عملته ده يا مجنون؟ كريم كريم لا باي. الله مها خير؟ ايه اللي حصل؟ ماما سالتني عن سبب خناقتك مع حسين، حكيت لها عن المكالمه. تصور اصرت ان انا اللي غلطانه واني لازم ارجع بيت جوزي وما اخربش على نفسي. معرفتش اعمل ايه ولا اروح لمين، لقيت نفسي جايه لك. بصي يا حبيبي مها معلش ام سوري، انا بيتهيألي ان انا السبب. كريم ممكن اجي اقعد عندك يومين لحد بس ما اعرف هعمل ايه؟ انت طبعا زي اخويا وانت اكيد عارف حاسس اللي انا فيه. اه طبعا طبعا تنوري. اهلا وسهلا. بجد؟ اه حبيبي حبيبي روح مع انكل، روح مع انكل يا حبيبي. ايه؟ شني انا وراكم العربيه. اه طبعا امشي بالراحه. ها آه. هنروح مع عمو يلا. اتفضلي يا مها اتفضلي. بيت بيت في اوضه فوق كنا عاملينها طوارئ، عاملينها يعني عشان لو حد جه باب، عشان ساعات ماما جيجي بتيجي عندنا. لا لا ما تكفش فيه، اكفي بص توقعني انا واخوك. اتفضل. هي مش كبيره قوي بس معقوله يعني. انا مش عارفه اقول لك ايه يا كريم، بس انت اكيد حاسس بيا، طول عمرك بتفهمني. انا محتاجه لك قوي يا كريم، في حاجات حلوه كتير كانت في حياتي راحت في زحمه البيت والعيال بقى انت عارف، انما اول ما شفتك حسيت انها بترجع لي تاني. ما ارجوك سيبيني بس اشرح لك. اصل يا عمر انت مش لسه واكل؟ معلش عايز ياكل. تحب اجيب له ايه؟ اجيب له بسكوت؟ لا بسكوت ايه، لسه بدري على الحاجات دي، انا هرضعه. اه طب اتفضلي اتفضلي. هيو يا كريم هو ده وقته؟ عايز اعمل بيبي. معلش يا كريم ممكن تاخده في التواليت؟ عايز اعمل بيبي. معلش يا كريم معلش. حاضر اتفضل. عايز اعمل بيبي. ما تخلص يا ابني. انا البنطلون. ايه؟ يا ريحه دي جايه منين؟ من انا حبيبه ماما كانت كده زي الفل. يا خبر ابيض البهدله دي. معلش يا كريم امسك انت يا ابني، مش هتبطل اللي انت فيه ده، 100 مره علمتك ازاي تلبس ايه. الله 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 ايه ده؟ معلش ده قشط. قشط؟ اه ما هو لما بياكل كتير بيحصل كده. عن اذنك اغير. يا واد اقعد يا واد، اخوك نايم هتصحيني ولا يا واد؟ طيب يا مها خد راحتكم بقى انا مضطر امشي. مع السلامة. معلش يا كريم تجيب لنا شوية حاجات بسيطة كده معاك؟ أوي أمور. بامبرز وشامبو للبيبي وبودرة وسيريلاك ولبن. قولي بلاك يا مها.
حاضر يا حبيبي، عمو كريم هيجيب لكم كل حاجه. اه ان شاء الله. معلش بقى يا كريم. لا مش طب كريم استنى اجيب لك فلوس. لا معقوله ما يصحش. مع الف سلامه. مع السلامه. مش عايز هنا دي يا عم، دي شماسه العربيه بتاعتي. انا جاي اعمل شوبينج. يعني عاجبك الورطه اللي انا فيها دي؟ وانا مال؟ مش شورتك؟ انا قلت لك خليها تساعدك مش تجيبها عندك البيت. ما قالتلكش انه نوع؟ قالت لي للاطفال. ما هو في 100 نوع للاطفال. خد ادي دول العيال، قول لهم هديه من عمكم ماجد. مش قادرين يفهموا انها لعبتي، اصل الموضوع عايز شويه سنس وذكاء. اه والله يا طنط. ايه ده، هو مفيش حد هيرد على التليفون؟ انا هرد. لا خليك انت، انا اللي هرد. هاي مين يا ماما؟ الخط قطع. ايه ده انت ما اكلتش؟ ازاي يا طنط؟ اصل انا اتعودت ان انا اكل بسرعه، اصل وقتي ضيق جدا، وبعدين اصلي بعمل دايت وجيم. بالهنا والشفا. طب اتفضل اقعد في الصالون لحد الشاي ما يجهز. بعد اذنك. منتظرك. سوري يا طنط. ايه مالك؟ من ساعة ما قعدتي وانتي ما نطقتيش ولا كلمة، الراجل عمال يتكلم معاكي ويضحك وانتي ولا انتي يمه. يا بنت خلي عندك ذوق، اتكلمي معاه. طب حتى اضحكي على أي حاجة بيقولها. يا ماما مش قادرة، مش شايفة غير كريم قدامي، بعدين ده يتشاف من أنهي زاوية ده؟ يا حبيبتي حاولي اضغطي على نفسك، واحدة واحدة هتلاقي نفسك اتجاوبتي معاه. يلا روحي اقعدي معاه. ماشي هقعد معاه. واتكلمي. هتكلم وتحكي. اتفضل. احط لك كم معلقه سكر؟ ولا واحده، قلت لك ان انا عامل دايت، وبعدين ما تتعبيش نفسك. اوكي. انا مره كنت عند صاحبي بيسو الانتيم، وكان يوم عيد ميلاده، وكان عازم ناس كتير قوي قوي قوي، وبعدين في بنت كانت عماله تبص لي جامد قوي، بس انا انت اللي في القلب. وكان كنت عامل دايت جامد، بس ما قدرتش بقى، ما قدرتش اقاوم. كان في كريم
مش عايز اقول لك كنت بحبها قوي يعني، وجالي صداع جامد قوي ما حكيتي معايا. واتاري صداع راح بعد ما اكلت التورته، اتاريني كنت جعان. وانتي كمان يا ماما، والله يا حبيبتي كويسين. عند واحده صاحبتي من ايام الجامعه يومين كده، طمني انتي بس. حاضر يا ماما، مع السلامه حبيبتي، باي باي. دي ماما عايزه تطمن عليا قبل ما اتجوز، عايزاني اتجوز عشان تطمن عليا، حتى بعد ما اتجوزت وبقى عندي ولاد عايزه تطمن. انت جوزك بيشتغل ايه؟ ظابط. ظابط شرطه ولا؟ شرطه في مكافحه جرائم النشل والسرقه. باين عليه جامد. عشان اقيم العلاقه من بعيد. تبعدي ايه وترابي؟ انت فاكره نفسك خطيبتي؟ يا وليه احنا بينا بيت وعيال. عارفه، ما هو ده اللي مخليني محتاجه مده اطول. لا والنبي واخده يا باشا، عايز المدام وعايزها تمدلنا الورقه دي يا باشا. اركن الواد على جنب، اصله يعني مش عايزه تلمي الموضوع وترجعي. حسين ارجوك افهمني. افهم ايه؟ افهم انك سايبه بيتك ولسه عايزه تقيمي لي العلاقه. ما خلصنا يا باشا، لو من بوكس ده مش شغال هنشوف بوكس تاني. اخرس يلا. ماشي يا باشا. مها انا بحذرك، انا صبري ليه حدود. وانا كمان اتخنقت. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش ارجع دلوقتي كده. فرج امر يا باشا. طلع الواد ده. اطلع يالا. بقول لك ايه، وخد الولايه دي رخره. ايه اللي كاتب؟ حسين لا، دي بيدي. حضرتك مش فاهم، انا بريئه، انا اللي اتسرقت. ما تخلصينا يا سيد. انت كمان حسين. كارم فور رابيت. ايه نوت خايف حسين جوزي عارف فيا ايه؟ هي المجموعة القصصية بتاعت محمد عبد العظيم. مالهاش معاكي؟ ما انا بشتغل فيها. لا انا مالي خالص، انا بحب الشغل بمشي واحدة واحدة، المهم اني اوصل. افندم التوصيل، مش انت بتوصلي الخطوط ببعضيها؟ المهم الوصل. انا الخطوط عندي حادة وساعات مقطوعة. صدقك يا مهندس، الخطوط دي مليانة نعومة وطراوة انا عندي شغل وبحب لما اشتغل اركز. حضرتك عايز حاجه؟ لا انا عايز حاجات كتير قوي. ايه بس انا بحب الامور ماشيه واحده واحده. انت عارفه الاغنيه اللي بتقول يا وش يا وش؟ لا انا اعرف يا ايار قدونا تحت التراب. تراب يا ساتر، اقول لك نعومه تقولي تراب؟ لا ما يهمكيش، الصبر حلو.
يشوف نفسه في المراية ده. انت مالك بتكلمي نفسك كده ليه؟ الراجل المجنون ده لزقي مش عارفه ليه، عمري ما شفته بالرزاله دي. طول عمره كده، بس دلوقتي متخيل انك فديتي والموضوع بقى سهل. تفتكري يكون بيفكر كده؟ كل الرجاله كده. اوكي انا بقى فضياله، انا هخليه يفكر قبل ما يقول لي صباح الخير. بنرجع مره تانية وبنفكركم ان معاكم من الهندسه الاذاعيه احمد جابر، ومعاكم على الهوا دينا مندور. دينا وبنرجع لكم مرة تانية على الهوا، ودلوقتي معاد أغنية الذكريات. قبل ما نسمع الأغنية مع بعض هناخد اتصال تليفوني. الو، ايوه دينا، دينا انا كريم. كريم الو يا دينا. الو الو دينا، انا في ورطه، انا عايزك تساعديني، انت الوحيده اللي هتقدري تساعديني. يا دينا انت فين؟ الو، بنرحب بصديق البرنامج كريم الحسيني. يا دينا مش صديق البرنامج، انا صديقك انت، انا دفعتك. الو الو أغنية الأسبوع أو أغنية الذكريات الأسبوع ده أغنية خاصة جداً بنهديها لصديق البرنامج كريم الحسيني، وهي أغنية سوي لدين مارتن. سوي؟ أنا جبالك منين سوي دي؟ سوي؟ قبل ما نسمع الأغنية هناخد سوي؟ اتصال أخير ونقول ألو؟ سوي؟ ألو؟ إيه جبالك منين؟ سوي دينا؟ أجبها منين؟ أنا شيرين المهندسين، أنا سمعت مكالمة كريم. سوي؟ ويريد تساعدي، ده صوته مؤثر قوي، ولو مش هتقدري تساعديه أنا ممكن أساعده، وتليفوني يظهر ان الاتصال اتقطع مع شيرين للاسف، وعشان كده دلوقتي هنسمع مع بعض اغنيه سوي ودين مارتن. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way Dina. With me. Dina. Stay with me, Dina. Sway with me. Dina. خارج بتاخد خدمة؟ يا عم ده كان زمان، يعني هنعمل ايه؟ طب يا دينا جت، ايه بكلمك بعدين، تصبح على خير. بتكلم مين بقى؟ سيبك من الباكج ده. فين اغنية شيرلي بيس اللي وعدتيني انها تنزل في الذكريات؟ الحلقة الجاية. الحلقة الجاية. وايه الاغنية البايخة اللي انت نزلتيها النهاردة دي؟ سوي بايخة. يا شيخة. على فكرة، في واحد اتصل بيكي بالتليفون وعايزك تكلميه ضروري. وبيقولوا انكم كنت زملاء من ايام الجامعة. مين؟ اهي نمرته اهي. كيما. تعالي ايه مش هتعشي؟ بعدين. دينا انت فين يا دينا؟ انا بقالي ساعه الا ربع وقت مستنيك. معلش، اصل اماني اللي معانا في التسجيلات جالها هبوط فاضطريت اوصلها. يا دينا انا شايفك ماشيه لوحدك بالعربيه. لا، ما هي اصلا كانت في عربيتها وانا اضطريت ان انا امشي وراها لحد بيتها بالعربيه. انا عايز افهم بقى، انت موبايلك مقفول ليه؟ معلش، اصل الدربكه اللي حصلت دي خلتني انسى افتحه بعد الحلقه. لا ما تزعلش بقى. ايه بكره؟ اوكي بكره. طيب باي. باي. الو. ايوه دينا، ازيك؟ وحشاني قوي. وانت كمان وحشني موت. اخبارك ايه؟ انت فين يا بنتي؟ دينا انا محتاج لك قوي. محتاج لي؟ عاوز ايه؟ انا عايزك هو انت ما بتعملش حاجه في حياتك غير بتبيه؟ ما تروح لمامتك تعملها في بتبيه. ايه تغير العمر؟ طب استنى شويه. ايوه دينا، بقول لك يا دينا انا محتاج لك حاجه مهمه قوي. يا كيمو انا مش سامع حاجه، علي صوتك شويه. ايه الدوشه اللي حواليك دي؟ تخلفت يا ابني ولا ايه؟ طب بصي انا عايزك في موضوع مهم قوي.
يا ابني في استاذ مش انتي. لا انا ابني بيبي. بقول لك يا دينا طب انا عايز اقابلك ضروري ينفع بكره نتقابل؟ تعرف كولومبس اللي في المهندسين؟ اه عارفه عارفه. انا ابني بيبي. ايه طيب ماشي اه عارفه خلاص هديني بكره الساعه 7 ماشي. دين ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله وحشاني. انت كمان تعرف انك ما بتتغيريش لسه حلوه زي ما انت. وانت كمان خطبتي؟ اه مبروك. ميرسي. المهم انت احكي لي ايه اخبار؟ انا وجيجي انفصلنا. معقوله؟ معلش يا لسه فاكره؟ طبعا دي عشانك انا عندي الكافي بتاعتي. ميرسي. المهم احكي لي كل اخبارك ايه بقى قول لي يلا. دينا نفرتها انا عايزك تساعديني. بعد اللي حصل بيننا وجيجي انا كلمت مها. مها؟ مها شكري؟ بس دي متجوزه وعندها اولاد يا كريم. ما انا عارف انا بس كنت عايزها. معلش سوري ثانيه واحده. اشرف. لا معلش سوري نسيت. لا ما هو طلع الشيفت بتاع سامح مش الشيفت بتاعي. طب يا دينا طب ما قلتليش ليه من الاول؟ ايوه يا دينا يعني بدل ما اجي على الفاضي. انا مش قادره افهم انت ما كلمتنيش ليه. لا اوكي هكلمك. اوكي يلا باي. خطيبك؟ نسيت انه هيعدي عليا في شغلي. مش عارفه انا ايه اللي حاصل لي من امبارح عماله الخبط وانسى مواعيده. المهم خلينا في المهم كمل لي انت ايه اللي حصل. ما فهمتني غلط. انا بس كنت عايزه اللي انا مش فاهمه ازاي انت تورط نفسك في علاقه مع واحده متجوزه. يعني بص يا كريم انت دلوقتي مشاعرك متلخبطه فانت لازم تدي لنفسك وقت علشان تهدى وتنسى وتعرف. استني انت كمان هتفهميني غلط. لا المره دي انت اللي غلط بقى يا كريم لان مها شكري اولا متجوزه وعندها اولاد وانت لازم تنسى كل اللي فات وما تبوظلهاش حياتها. اوكي اهي باظت وحصل لها مشكله مع جوزها بسببي وقعد عندي في البيت. قعد عندك في بيتك؟ هي وعيالها. هي وعيالها. النبي يا دينا عشان خاطر انا عايزك تروحي لجوزها تشرحي له سوء التفاهم اللي حصل. انا فكرت اروح له بس هو عصب شويه وبعدين ممكن يعني ما ادينيش فرصه. دينا ده اول طلب مطلوب منك. امري لله. بيشتغل فين الاستاذ؟ ظابط في اسمه بلاء. ايه اسمه؟ الرائد حسين المناديلي. مساء الخير. بعد اذن حضرتك عايزه ادخل لسياده الرائد حسين المناديل. مين حضرتك؟ دينا مندور مذيعه في البرنامج الاوروبي. دي واحده. شكرا. اشرف. حضرتك. اي حبيبي. لا اصل انا في ميتنج. لا جه فجاه الميتنج ده. هكلمك اشرح لك اول ما اخلص. اوكي يلا باي. مساء الخير. مساء النور. انا دينا مندور مذيعه في البرنامج الاوروبي. اتفضلي. ميرسي. افندم. انا صاحبه مها. مها اهلا وسهلا. الحقيقه يعني انا كنت عايزه اخد من وقت حضرتك دقيقتين بس. اتفضلي. يعني انا كنت عايزه اشرح لحضرتك انه في سوء تفاهم فظيع حصل. كريم مجرد صاحبنا من ايام الجامعه بس. سلامته بقى بيحن لايام الجامعه. انا مراتي اتخرجت بقالها 8 سنين. انا عارفه. ما هو انا دفعه مها. انا هقول لحضرتك الحكايه كلها. كريم صاحبنا حصلت له مشكله كبيره قوي مع جيجي مراته فقام مطلقها وبعد كده رجع لحبه القديم حب الجامعه مش كده؟ لا والله خالص كريم ومها مفيش بينهم وبين بعض اي حاجه. والهرم بقى بعدتك عشان تضحكي عليا بالكلمتين دول. انا والله العظيم انا ماليش اي علاقه بالمواضيع دي ولا اعرف اي حاجه. انا ماليش دعوه. امال هي فين؟ قاعده عندك؟ لا هي قاعده عند كريم. قاعده عند مين؟ يا
التليفون مقفول يا رأسي. معلش يا كريم، ياخد عمر على محمد كريم صغير. يلا اوكي معلش. طب ارد عليك بس. وكمان شايل ابني. كيمو ايه اللي في وشك ده؟ سوري ما لحقتش اقول لك، بس انت اللي كنت قافل موبايلك. اعمل لك ايه؟ تعالى تعالى اقعد معايا شويه. انا مش فاهمه ازاي مها متجوزاه، ده متوحش اللي يعمل كده. ده اكيد بتحبه. مهما عايزك تشوفي الحل في اللي بيحصل ده. انا مش حامل واحده تانيه زي دي. واضح ان الاجتماع مهم قوي. اشرف موبايلك مقفول، صاحبتك بتموت، شغلك مدربك. اشرف بليز علشان خاطري ما تفهمش الموضوع غلط. ده كريم. كريم والله والله دي حاجه حلوه قوي. كريم استاذ اشرف انا هوضح لسيادتك. انا بقى اللي هوضح لك. يا متوحش يا مجنون. كريم كريم فوق يا كريم. كريم انت نمت؟ بجد انا اسفه جدا 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 يا كريم، مش عارفه ازاي ده حصل. هو خطيبك ده بيشتغل ايه؟ ظابط؟ لا والله ده مذيع زميلي بس في النشره الجويه. المهم اتصالحته؟ انا؟ مستحيل. ازاي اتصالح على واحد هملي ومتوحش زي ده؟ ده انا مش فاهمه ازاي يفكر بالطريقه دي. وبعدين ده واحد تاني خالص غير اشرف اللي انا اتخطبت له. يا شيخ؟ والله. بس يلا الحمد لله ان هو بان على حقيقته من اولها. مش هما برضو يا مها بيعملوا فتره الخطوبه عشان التعارف وكده؟ اديني اتعرفت وشفت. ايه يا بنتي الجنان ده؟ اشرف بيلين عليك، يعني بيحبك، بيحبها. انا مش فاهمه انت ازاي مش قادره تفهمي حاجه زي دي. مش كده يا كريم؟ خلينا في المهم يا كيمو. دي لسه بتوجعك؟ موت موت. مين؟ السلام عليكم. السلام. انت كريم الصغير صح؟ صح. طب فين عم كريم الكبير؟ صباح الخير. صباح النور. ماجد ابن عمتي. مها دينا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه يا ابني ما تيجي تقعد؟ يا نهار اسود، مين الجبان اللي عمل في وشك كده؟ على اذنك اعمل شاي. اهلا وسهلا نورت. استني يا مهنا جاي اساعدك. اهلا بيكي. بقول ايه؟ يا ريت لو سمحتي شاي بلبن، او كلنا شاي بلبن عشان نضرب بيتي فور مع بعض. انا جايب بيتي فور. ها حاضر من عينيا الاثنين. تسلم عليكي. صباح الفل. سكر زياده سكر. هم دول جامدين قوي. ايه ده انت بتفطر بطن ولا ايه؟ كمادات كمادات كمادات. بقول لك يا كريم قول لهم على الحكايه بقى واخلص. قول لهم انك جايبهم هنا مخصوص عشان يصلحوك على مراتك. زمان الاستاذ معتز نازل تسبيل في الست جيجي وانت هنا عمال يتواجب معاك. حاسب. طب انا ماشي بقى. فين؟ انا مستأذن من البنك ساعتين وراجع تاني. طب مرسي على بيتي فور. لا ده مش ليك، انا هفطر بيه انا واصحابي في البنك. لا 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 انت ماشي ولا ايه؟ طب مش شاي؟ معلش اصل سايب البنك لوحده وانتوا عارفين دي فلوس ناس. باي باي. مع الف سلامه. انست وشرفت. عامل ايه دلوقتي؟ سلامتك يا كيمو. انا فعلا محتاج لكم بجد، ممكن تساعدوني؟ طبعا اكيد. انا عاوزكم تروحوا لجيجي قولوا لها عن سوء التفاهم اللي بيننا، قولوا لها ان انا غلطان، قولوا لها كمان ان انا ندمان، احكوا لها ازاي انا مش عارف اعيش من غيرها، قولوا لها اني بحبها. هتروحوا؟ طبعا اكيد. مها شكري. دينا مندور. اهلا وسهلا. اتفضلوا. احنا اصحاب كريم الحسيني. احنا اصحابه الانتيم، ما بنسيبوش على طول مع بعض. عارفه بنروح السينما بنروح النادي كده. هو حكى لنا على اللي حصل، بيقول عايز يصالحك. بس بالتفاصيل اللي حكاها لي دي انا قلت له استحاله هتغلط. هو صحيح انا وكريم انتيم قوي، انما انا لو منك مستحيل. معاكي حق، الا الخيانه ده شيء قاسي جدا. وبعد
عاملين المستوى. اوه عموما يا حبيبتي انت تستاهلي احسن منه بكتير. يلا احنا قلنا نيجي وسط خير، انما الظاهر مفيش فايده. انا كنت متوقعه ردك ده بالظبط. معلش يظهر مفيش نصيب. معلش اوكي اوكي حبيبتي، باي باي باي. هجوم فظيع من اول ما دخلنا، مجرد ما قلنا اسمك كلنا من طرفه ما اديتناش فرصه نقول حاجه على طول بتقاطعنا. ايوه واحرجتنا جدا يا كيمو، كل شويه تقول لنا لو انتوا مكاني هتقبلوا، نقول لها اللي بيحب بيسامح، تصرخ في وشنا وتقول ابدا الا الخيانه لا يمكن اسامح فيها. طب يا ستي شوفي اسمعي، الموضوع ده انتهى خلاص، شرفتوني بس بصراحه عيطت. عيطت لما افتكرت اللي حصل. قالت موقف فظيع مش ممكن انساه، ولا المستوى. بس غريب، انا كنت فاكره مشاعرها ارق من كده. انا قلت اول ما تسمع اسمك واننا من طرفك هتترمي كده في حضننا وتعيط. بصراحه انا كمان افتكرت كده، اصل اللي بيحب بيسامح. يلا احنا كان قصدنا خير، بس الظاهر النصيب اتقطع لحد كده. بقولك ايه كيمو، لو انت عايزنا نروح لها مره تانية ونحاول معاها مره تانية، انا شخصيا ما عنديش مانع، بس بليز بلاش المود ده عشان خاطري. اقولك هشغلك حته مزيكا تحفه، وانا عامله لك اكله هتاكل صوابعك ورا. تخيل ما كنتش عارف ان البنات دي جدعه قوي كده بصراحه، بقى عملوا اللي عليهم وزياده. وماله يا عم، ما يعملوا تاني ويحاولوا تاني. يا لهوي ياما صاروخ. يا مدام يا مدام، زلط هيك كده انت لسه واكل. الله اسمه زلط، الله ده اسم رومانسي قوي. على فكره هو لسه واكل. ياكل يا فندم بالهنا والشفاء، ده انا شاري السندوتش ده مخصوص عشانه. سوري نو بروبلم. صافي كريم الحسين، هلا رفعت. الله حادثه. اخبارك ايه؟ خلفت؟ طلقت. ايه ده بصره وانا كمان. المهم انت اخبار شغلك ايه؟ مش كنت بتشتغلي في شركه كوزماتكس؟ دي اللي بتعمل اكل الكلاب اللي في العاشر من رمضان. لا بتاعت مكياج، سبتها من زمان ودلوقتي فاتحه بيوتي سنتر. كارت. ثانك يو. بالنسبه لي ممكن كارت. ممكن واحد تاني. ليه؟ عشان لو حبيت اروح البيوتي مرتين يعني. على فكره ده للسيدات فقط. والله خلاص هبقى اجيب تيتا وناخد فكره برضو. تحبوا تيجوا معايا؟ ده قريب قوي من هنا. انا كنت بس بمشي زلط شويه وراجعين على طول. والله فكره برضو، يعني نتمشى مع بعض كلنا يعني، ومعانا الاستاذ زلط برضو ما فيهاش حاجه يعني. يلا 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 بينا. يعني مشوار كده على قد جونجو. كل ده عملتيه بعد التخرج؟ اكيد معاكي شركه ولا شريك، ده ملكي لوحدي. ازاي بس يعني مشروع زي ده عايزه على الاقل 3 أو 4 رجال اعمال. انا جربت الرجاله في كل حاجه، جواز بزنس ما بينفعوش، قلتهم احسن. اتفضلي هنا عاملاه مكياج وكونسلر. امال الجيم فين؟ الجيم والجاكوزي فوق. ازيك يا عيسى؟ طب بالنسبه للمشاز فوق برضو؟ مساج. مشاز مساج. مشاز. ايه رايك؟ هايل هايل هايل، فيري ستايلش. مالك فرحان في ايه؟ جيجي هو في غيرها؟ مش مفيش منين؟ كبر. لطيف قوي الجهاز ده. اصل هو بيحبها قوي ومرتبط بيها جدا، حتى وصل 2 صحابه من ايام الجامعه عشان يصفوها، مها ودينا. مها شكري ودينا مندور؟ ولقيته في ثانيه بيطير في الهواء، والناس فضلت واقفه في ذهول، لكن ما عرفتش. اطلع بسرعه، اطلع اطلع. جيجي لو سمحت عايزك. ايوه يا حضره، اي خدمه؟ ممكن اتكلم معاك شويه؟ انا هنا راجل البيت، كلمني انا. انت توتي والله. عجبك اللي بيقوله مندوب الغاز ده؟ معتز ابن عمي ومن حقه يخاف عليا. يخاف عليكي مني انا؟ ايه يا حضره التلامه دي؟ واحد واقف مع خطيبته وفي مكان شاعري، نخلي عندنا بقى شويه حساسه. انت ايه خطيبته؟ خطيبته. وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ مش خايف تتكهرب؟
ايه البنات دول لما بيحبوا؟ العب في الجنينة يا حبيبي. كيمو حصل مين هنا؟ تعالى تعالى ترى. هلا. ازيك يا هلا؟ كريم ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا محمد؟ الحمد لله على السلام. يا سلام. اخبار السنتر ايه؟ كله كويس. ايه هو انت ما قلتلهمش اننا اتقابلنا قبل كده ولا ايه؟ لا ما جاتش فرصه. والله وحشني يا بنات. انا حاسه زي ما كنت رجعت الايام الجامعه. ايه سرحان في ايه؟ في الذكريات. طب يا جماعه عن اذنكم البيت بيتكم طبعا. انت اكيد بايت من الجوع. طبعا هتتغدي معانا يا هاله. لازم نفسي ادوق اكلك قوي. وانا يا كيمو جبت لك حته سيديهيه تحفه من المزيكا اللي انا وانت بنحب نسمعها. سمعيها لنا. قلبي في الليالي يا ما عذبوه قوم يحلوا هالي قوموا شنكلوه شنكلوه جننوه ناموا هم وسهروا. قلبي في الليالي يا ما عذبوه قوم يحلوا هالي قوموا شنكلوه شنكلوه جننوه ناموا هم وسهروا. لو طلبت ينقذوني يبعتولي مسطول دول اكيد مش هيسيبوني غير في العباسية مول. يا ناس خلاص بقيت كريزي بقيت بشوف الدنيا هازي نسيتوني الانجليزي. To eat to have to eat to do. قلبي في الليالي يا ما عذبوه قوم يحلوا هالي يا مو شنكلوه شنكلوه جننوه ناموا هم وسهروا. دول عايزين يظبطوني طيبين ولاد حلال ماتش الملاكمة لعبوني وماتش تالت للعيال من شمال وهوب هوب ويلا كرسي في الكلوب لقيتني فجأة في الدروب القضية قلبي وقعوا. قلبي في الليالي يا ما عذبوه قوم يحلوا هالي قاموا شنكلوه شنكلوه جننوه ناموا هم وسهروا. لسه برضه مش عايزه تصالحي اشرف؟ مش فكره اصالحه، هو الموضوع كله مش مريحني. عارف يا كريم انا واشرف مخطوبين بقالنا سنه بس هو بيحبني بقاله 3 سنين. طب ليه ما بتتجوزوش؟ مش عارفه حاسه ان احتمال اقابل شخص تاني. شخص تاني؟ طب واشرف؟ اشرف ما هو موجود يعني هيروح فين؟ بس انا نفسي اقابل حد تاني يعني. وهي لو ظلمت قوي بقى اشرف موجود. ايه ده؟ يعني انت مش فارقه معاكي تتجوزي اي حد وخلاص؟ لا طبعا انا عايزه حد لذيذ وديسنت وهانسن وعايزاه يكون غني ومثقف وشغلانته كويسه وبيحب الرقص والغنى والمزيكا واصحابه يكونوا لذيذ. طب وده بقى نلاقيه فين؟ هلاقي. الباب اقفل وبنرجع لكم مره تانيه على الهوا. وقبل ما نكمل فقرتنا النهارده هناخد مكالمه تليفونيه ونقول الو. الو ايوه ايوه يا دينا انا ابراهيم من ارض اللواء. انا عايز اسمع الفوني ام. مفيش
واضح ان احنا عندنا النهارده مشكله مع الاتصالات التليفونيه. لحد ما تتصلح المشكله دي هسيبكم مع اغنيه تانية لنات كينج كول، يا رب تعجبكم. بصي يا اشرف، انا يعني الفتره اللي فاتت دي قعدت فكرت في الموضوع كتير قوي، وبصراحه يعني مش عارفه ان كانت علاقتنا يعني صح ولا ايه. يعني اكتشفت ان احنا بعاد عن بعض خالص، يعني ميولنا هواياتنا اهتماماتنا مفيش اي حاجه مشتركه ما بيننا. ايه مثلا انا بحب الرقص والغنى والمزيكا والسفر، وانت مش كده خالص. انت بتبص لي كده ليه؟ اصل انت كلامك غريب جدا. انا فاكر كويس قوي ان ده كان من اسباب ارتباطنا ببعض. انت قلت لي احلى حاجه في علاقتنا ان احنا نكون مختلفين، وقلت لي ان انا لو كنت بفكر في الحاجات اللي انت بتحبيها الموضوع هيبقى ممل. مش ده كان كلامك برضو؟ مش عارفه بقى يا اشرف، افهمني، انا الموضوع كله بقى تقيل عليا، يعني مش حاسه ان انا قادره اكمل. بعدين الارتباط بالنسبه لي بقى حاجه بتضغط عليا، يمكن العيب مني انا. ياه، واكتشفتي ده بعد 3 سنين؟ ما هو انا كنت بحاول، وبعدين يعني لقيت ان انا مش قادره، ولما لقيت كده قلت ان انا لازم اقول لك، بس بصراحه يعني كنت متردده شويه. يعني اشرف ممكن تساعدني في ان احنا نسيب بعض؟ وكمان عايزاني اساعدك؟ بص يا دينا، انا بحبك اوكي، ومن 3 سنين ويمكن اكتر ماشي، بس واضح اني اخترت غلط وانا اللي لازم اتحمل ده. اشرف انا مش عايزاك تبقى متضايق، يعني مش عايزاك تزعل مني. لا 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 خالص، مفيش اي زعل خالص. اصل انا اتضايق ولا انت اتضايقي ولا كل الكلام ده على ايه؟ احنا بصي احنا نقف لحد هنا يعني، ماشي؟ لان ايه اصل مفيش معنى ان احنا نكمل يعني، فاهم؟ عشان ايه كريم؟ هو يا اختي البتاع ده هنفضل حاطينه قد ايه على وشنا؟ 10 دقايق، ربع ساعة. كان عندي طبيخ. هلا، اشمعنى انا حاطه ليه توت بري؟ عشان انتي بشرتك حساسة، ما تستحملش المانجا. يا ولد يا قليل الأمل، تعالى! يا ولد تعالى هنا، تعالى المانجا يا ولد! يا ليلي تعالى هنا! يا ولد تعالى! كريم انا حتى حاجتي بعيد عن الولاد، شكلك عايز الاوضه. لا لا تحب الم حاجتي؟ لا لا انا اللي هلم نفسي واخرج. لا مفيش حاجه. اوكي وبعدين؟ يا ابني ما تجننيش، ارفع ايدك. لا مؤاخذه يا كريم، جعان حضر لك تاكل. لا لا شكرا. يا ابني اقعد جننتني بقى، امي بيعيط. كام يا ولد؟ شيش جواره تيتا. العب يا ولد. كام يا ولد؟ وبعدين بقى في العشرة اللي بقالها اسبوع دي. رايح فين يا ولد؟ الباب بيخبط، مش سامعه؟ ده بيهبط. كريم ايه اللي جاب؟ ازيك يا تيتا؟ كريم فهمني فيه، انت بتعمل ايه؟ ايه ده، في حاجه في هدومي؟ ايه ده، انا رايح اصيف ولا ايه؟ انت هتيجي تقعد عندي يومين، تخلصني بقى من الاحتلال اللي انت وقعتني فيه. طيب ما هقعد يومين عندك اهو، في قمصان وبنطلونات جينز وتيشيرتات. هم دول اللي هيطفشوهم. طفشوهم؟ اه. طب وهذا؟ متقلقش انا هظبطك. لا ما تدورش، هما بوكسرين وسليب غير اللي انا لابسه. هتسيب البيت وتطفش؟ اسيب البيت اروح فين بس يا تيتا؟ ده انتي قدري. امال ايه؟ ما تكلموا يا كريم، بعد العشره الطويله اللي بينا دي هتسيبني؟ عشره ايه يا تيتا؟ هو انت مراتي؟ انا امال رايح فين؟ رايح توشكا. توشكا؟ انت اتجوزت؟ خد عندك بقى. بس انت مش فاهمه حضرتك، انت بتعمل ايه فويس؟ يا تيتا طالع سفريه تبع الشغل. شغل؟ ايه ساره؟ ايه؟ اه يا حبيبتي. لا ميرسي قوي ان انت خدتي مكاني النهارده في الشفت.
لا عندي موضوع مهم قوي احكي لك عليه بعدين. لا 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 خلاص بس هيبقى اشتغل. ازيك يا حبيبي؟ عمو كريم فين؟ بس ده اوعى ده انت عيل نكد. الله مين ده؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ اتفضل يا حبيبي. بس يا عم بس يا بابا اتفضل. كريم ده؟ كريم مها؟ والله حبيب قلبي. تعالى يا حبيبي. ايه الشنطه دي يا حبيبي؟ انا اصل المواسير ضربت عندي. وغرقت الدنيا. تاني؟ وقعد بقى انا غرقان في الميه بقالي يومين واخد بالك، فقلت لهم هتصلح في قد ايه دي؟ قال لك اسبوع او 10 ايام. قلت اجي اقعد عندك هنا الاسبوع او 10 ايام دول. يا سيدي اسبوع شهر سنه البيت بيتك. الله يخليك. ايه 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 مر رقبتك؟ لا مش قصدي، ما تطلع تريح كده بقى فوق. فين؟ اطلع رايح في اوضتي بقى، عشان الاوضه اللي انت متعود تبات فيها قاعده فيها مها. معلش يلا مفيش مشكلة. يا حبيبي بس عليك الصراحة. يو هلا. ازيك؟ لا بتسأل قوي. على فكره انا ابدع منك. ما انا عارف طبعا. انا رايحه الجيش دلوقتي. انت بجد؟ طب هترضى تقابلك؟ هتقولي لها ايه؟ انت مالك؟ هقول لها تيجي تعملي لي الدعايه للسنتر بتاعي. المهم عايزاك بكره تكون موجود عندي الساعه 2. اوكي اوكي. هلا انا مش عارف اقول لك ايه. ثانك يو ابريشيت. انت جدعه قوي. ما انا عارف. المهم شد حيلك بكره. يا رب. باي. الو دندونه، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ وحشاني. بقول لك ايه، كريم هيعدي عليا بكره على الساعه 2 في السنتر. ما تجيبي معاه وتيجوا. وحشني جدا، بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض. خلاص بكره الساعه 2. اوكي باي. انا هلا رفعت، صاحبه كريم من ايام الجامعه. اتفضل. كريم حكالي على اللي حصل بينكم. الموضوع ده انتهى خلاص. مش ممكن قصه الحب الجميله دي تنتهي بالسرعه دي. انت لسه بتحبيه، ادي لنفسك فرصه تانية. اسمعي، مش يمكن يكون مظلوم؟ انا شايفاه بعيني. اوكي مش هتخسري حاجه لو قابلتيه مره كمان. هو جاي لي بكره الجيم في السنتر بتاعي الساعه 2. ده عنواني، حاولي تيجي. اوكي دي. انت بره حياتي. وفيها ايه لما معتز يسافر معاك؟ ماما انا طالع شغل. شغل؟ طب وايه يعني يا حبيبتي؟ على الاقل ابقى مطمنه عليكي. وبعدين فرصه تبقوا مع بعض مش يمكن؟ ماما انا طالع السفريه دي عشان عايزه ابقى لوحدي شويه. ممكن؟ Thank you.
نهى. كريم ازيك؟ الله يسلمك. يا جيجي فوق ولا ماشي؟ لا جيجي في شارب. شارب؟ اه راحت تشوف المكان هناك عشان تشوف اللي هتعملها. بسلم عليك علشان لقيتك مرة واحدة وحشتني. بسلم عليك ده انت اللي كان حضنك زمان بيضمني. بسلم عليك علشان لقيتك مرة واحدة وحشتني. بسلم عليك انت اللي كان حضنك زمان بيضمني. صعب عليا اداري حنين عشق هوايا بقاله سنين. نفسي اطمن بيك يا حبيبي ولو مش جاي اجيلك. سيبك المرة دي غير ما تعرف الحقيقة. وحشتك. بعد إذنك أنا لازم أمشي. جيجي أرجوك اسمعيني، أنا لسه بحبك. لو كنت بتحبني ما كنتش خنتني. أنا ما خنتكيش صدقيني. الموضوع فيه سوء تفاهم. أنا فوجئت ماجد جايب البنتين دول وجاي، لا عمري شفتهم قبل كده ولا حتى أعرف أساميهم. والبنات اللي في الجيم؟ لا لا لا، دول أصحابي من أيام الجامعة.
وبعدين مفيش بيني وبينهم اي حاجة. اه كريم اهو كريم. جيجي انا عنك يا روح قلبي. عم كريم عم كريم عم كريم عم كريم عم كريم كريم. شفت المفاجأة الحلوة؟ هي مفاجأة الحقيقة. مالك خاسس كده يا كريم؟ ما بتاكلش ولا ايه؟ ده جاي. انتوا ايه؟ ازاي جيتوا؟ مين اللي جابكم؟ انا اللي جبتهم يا حبيب قلبي. انا فرحان فرحان قوي. انا قوي بالبيت. وانا كمان. صوريني صوريني. جزيرة ايه اللي هناك دي يا ريس؟ دي جزيرة العشاق. ما تيجي نروح هناك نوضب أكلة وكراسي وقعدة. حضرتك أنا مش جاي أقعد، أنا عندي شغل، جاي أصور وبس. طب بمناسبة الصور ممكن أخد صورة معاكي؟ لا عشان خاطري. قلت لا. ما تطلع يا ريس. يا شيشي شيشي يا شيشي شيشي يا شيشي استنى بس يا استنى يا شيشي اسمعيني استنى ما خدتهاش اسمعيني انا يا شيشي انا ما عملتش حاجه. عايز ايه؟ بص ابو كريم ابو كريم يا ريس كريم انت فين يا ريس؟ طب اروح فين بس انا؟ تعالى يا ريس. طب اهو يا نهار اسود كريم يا بنت عليك ما عرفتكيش. انت سمر ازيك يا نبيل؟ عامل ايه اخبارك؟ قول لي عامل ايه؟ جايه هنا بتعمل ايه ولا انا عاملين؟ بتشوف حد من العيال؟ اشوفكم. ايه رايك في المفاجاه دي؟ نو واي مها ودينا وهالة they are extremely different. ومال هالة اتغيرت كده؟ ايه النيو لوك الفظيع ده؟ يا بنات انتوا مش عارفيني. نبيل نبيل قول لي يا كوكو جبت بيبي ولا لسه؟ لا الحقيقه انا وجيجي we got divorced. أوي. ليه؟ لا دي حكاية طويلة بحكيها لك بعدين. وانتي بقى يا نيفين يا حبيبتي اتجوزتي ولا لسه؟ أصلاً اتجوزت وجبت كريم وعمر. كريم؟ ولا اتخطبتي؟ نو. طب في بوي فريند؟ بصي أنا لسه مش لاقية شكل ثابت للعلاقة، مرة بحب ومرة بتحب. المهم قوليلي عملتي بيزنس؟ نو خالص. أنا عملت الماسترز وخلصتها، مش عارفه بقى لسه اذا كنت هسافر ارجع اكمل الدكتوراه ولا افضل هنا. بصراحه لسه مش عارفه. يعني انت لا اتجوزتي ولا اتخطبتي ولا عملتي بيزنس، امال عايشه بتعملي ايه؟ ام فري فري. تلاقي حكايه الطلاقات دي عملت معاهم شغل من بتاع زمان، مطاردات وحركات مش كده؟ مطاردات حتى تحت الميه وانا بغرق. تلاقي كل واحده فيهم عماله تعيد تقييم علاقتها بالبارتنر بتاعها. المهم هتعمل معاهم ايه دول؟ مش عارف العمليه عماله تتعقد. طبعا انتوا هتطلعوا معايا بكره السفاري. ونسافر ليه؟ احنا لسه جايين. الجروب كله طالع. هلا يوصل بالسلامه ان شاء الله الجروب. اقول لكم حاجه، انتوا من هنا ورايح خليكم معايا، انا عندي حته دين بروجرام وهم. ايه رايك يا كوكو نطلع؟ انتي لسه قفشه من الرجاله؟ على فكره انا نفسي اعمل معاكي مشروع كبير قوي، يبقى مشروع العمر كله.
العمر كله؟ هو لسه فيه في العمر عشان يضيع؟ ما تبقيش متشائمه كده، جربيني بس، يعني اديني فرصة، أنا عايز فرصة. بص، أنا عايز أقولك على حاجة. اتفضل. اوعى تكون فاكر ان انا سعيده بالوحده اللي انا عايشه فيها دي، لكن الوحده دي اهون الف مره من انك تعيش مع بني ادم ولا بيحبك ولا حاسس بيك. انا غيرهم، انا حته صنصلايه طريه تقدري تشكليها زي ما انت عايزه. الله. ايه عجبك البرفيوم بتاعي؟ ريحة الخروف اللي بيتشوي مجننة أمي. اوكي. بس يا عمور، بس يا عمور، بس يا عمور، بس يا عمور. استنى استنى يا عمور. كم اون. من ار ذا درافت. من ار ذا درافت. نو. بحبك. معقولة مش هترد عليا؟ نفسي اسمع منك زي زمان، وهون عليك تسيبيني. انت اللي سبتني. عارف انك اكيد قلقتي عليا. اخيرا لقيت المكان المناسب اللي نقعد فيه انا وانت لوحدينا. تعالي، ده قريب، ده قريب قوي، ده هنا اهو. تعالي تعالي. خيانه؟ هو ده سبب طلاقكم؟ هو مالك مستغربه كده؟ كاني بقولك طلقتها عشان سايبه نور الصلاه والع. مش قصدي، بس قصدي ده سبب ما يخليش ابدا الناس تجيب بعض. انا تخيلت الحكايه ليها علاقه بالسيريز. هاو كام يعني؟ يعني مثلا زهقت من بعض، مليت منها، او هي ملت تعيش معاه. هو ده اللي يخلي الناس تسيب بعض. مش ممكن حد يقدر يعيش في بلد. تعالي هنا. يعني انا اطلقها بسبب ان انا زهقان، ما اطلقهاش بسبب الخيانه؟ ده ايد مهدي. انا اللي ايد مهدي؟ انت اللي ايد منتاليتي دي. مش ممكن الناس تقدر تعيش مع بعض من غير فيلينجز، ايموشن، تبقى حاجه صعبه جدا. بس كده خلاص الحكايه بسيطه عندك قوي. بسيطه ازاي يعني؟ الزوجة ده انكم لسه بتحبوا بعض، ليه ما تتصالحوش؟ ما كل ما اجي اصالحها تحصل حاجه تكعبل الدنيا. وبعدين اخواتك بقى مها ودينا وهاله كانوا قاعدين في البيت عندي عاملينها رحله. ولا يهمك، انا هظبط لك الموضوع ده. خلاص ما تزعلش، يلا بقى، يلا نقوم. كيما كريم، هاي، يلا تعالوا. هاي، استنوا، جايين معاكم. احل الموضوع جيزو، ما تكونش طالعه دلوقتي. يلا جو. مش عارفه ماشي كام. رايح فين؟ شلون؟ خلصي؟ لا. اوكي. تعالى معايا. يلا معاك. يلا رايحين فين؟ هاني هرس معاك.
كفايه كفايه. قبل أي كلمة تقولها عن ظنونك واللي كان، قبل ما تفرقنا كلمة، قبل ما يفوت الأوان. قبل أي كلمة تقولها عن ظنونك واللي كان، قبل ما تفرقنا كلمة، قبل ما يفوت الأوان. يلا نسرق من الزمن لحظة تفاهم، محتمل نرجع وأحسن من زمان. يلا نسرق من الزمن لحظة تفاهم، محتمل نرجع وأحسن من زمان. انا عارف ما فين. بيخلي بالك من كريم عمر. ليه حصل ايه؟ مها مش هتعرف تربيهم لوحدها. حسك في الدنيا. انا طلقت مها. طلقتها؟ What? Did you finally find out that he loves her? صراحة انا ما كنتش فاكرة ان هو بيحبها قوي كده. Why not? يا اختي ما ترحمينا من واي وات بتاعتك دي، اما نشوف هنعمل ايه في الكارثة اللي احنا فيها. على فكرة احنا طلعنا اصحاب سكة، احنا بوظنا له الدنيا، كنا المفروض نبقى اجدع من كده. الله، طب ما هو كمان بوظ لنا حياته. انا كنت مقتنعه باشرف جدا لحد ما كريم كلمني. انت عمرك ما كنت مقتنعه باشرف، وانا ما كنتش سبتيه. انت طول الوقت مخليه سبير. انا سوري. اجمل حاجه في الدنيا انك تلاقي راجل بيحبك بجد، واشرف كان بيحبك. انا كمان حسين كان بيحبني بجد. هو صحيح بيغير عليا لدرجة اني بتخنق، بس ده اكيد دليل على حبه.
انا ساعات بحس اني عندي تلات اولاد كلهم شبطانين في ديلي. حسين وحشني قوي. هتقعدوا تعيطوا لي انتوا تلاتة طول النهار؟ ما تقوموا تشوفوا كريم فين، خلينا نشوف هنصرف ازاي على جيجي. كريم احنا كنا عاوزين نقول لك يعني بصراحة بقى احنا مش زي ما انت كنت فاكرنا، مش صحاب بجد وممكن نقف جنبك ونساعدك ما كانش قصدنا. بوظنا لك حياتك واحنا بجد بنحبك. انا كمان من غير ما اقصد بوظت لكم حياتكم. ما خلاص بقى ما تقفروش، يلا يلا. لعلمكم بقى يا عيال احنا اصحاب جامدين قوي ومفيش حاجه عامله فينا كده غير مشاعر، مش كده يا كوكو؟ صح يا نجم، اجمل حاجه ان الواحد يبقى عنده اصحاب بيحبوه زي كوكو. انا كمان بحبكم قوي وبحب ايام الجامعه ذكرياتنا مع بعض. تخيلوا ان انا مش اصحاب غيركم، عندي معارف جيران لكن اصحاب اصحاب ماليش غيرهم. ده اللي خلاني افكر فيكم اول ما وقعت في مشكله وكده، قلت اكيد هتفهموني هتقفوا جنبي. تهيألي ان انا كنت صح. ايوه طبعا كنت صح، هما اللي كانوا اوفر شويه بس اوكي. خلاص بقى خلاص يا اوفر. حسين طلقني. ايه؟ جي معتز النهارده. هو انت لسه هتتصدم؟ موت يلا.
يلا العروسه مستنيه. انت ايه اللي جابك في المطار انا عزمتك كده؟ انت برضو ما عندكش اي نوع من انواع الحساسه. انت ايه معلش نصيبك كده تروح له بسرعه. يلا يا اخويا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. حاضر ولا شنكلوا جننوا ناموا هم
وسهروا.